السلام عليكم، نواصل مع الموجة المفتوحة لقناة هلا ولموقع بانيت، وضيفنا القادم هو المحاضر الجامعي الدكتور محمد طلال بدران من البعني، مدير دار الإفتاء والبحوث الإسلامية. برحب فيك، أجمل ترحيب دكتور. الله يسعدك، حياك الله. عندكم الشرف إني أكون في برنامجكم. عندكم رئيس جديد؟ بلى طبعا. والحفل اليوم، الحفلة عندكم اليوم إن شاء الله. أي نعم، شفت كيف بعرف عنكم طبعا. أكيد كنت حكيت قبل فقرة، كنت بدير الأسد، وكان كمان الدكتور منصور عباس شفته. نعم. نعم. سلمنا عليه. نعم. نعم. صحيح. الرئيس المنتخب قريب على الحرية الموحدة ولا مستقل أم قريب؟ يعني بعتقد أنه قريب جدا علينا. إحنا دائما الموحدة في المعني بتأخذ الأولى دائما، يعني بشكل عام اكتساح بشكل عام دائما. يعني كان صديقنا زميلنا في الماضي قاسم بكري. نعم. وين نعم. اليوم نعم. قاسم بنفس ال أظن يعني بيشتغل في مجالات قريبة من الصحافة على ما أعتقد. أوكي. بسلم عليه أنا إن شاء الله. كل دكتور شو تخصصك؟ دم نحكي عن الشهادة الأكاديمية. أنا صحيح تخصصي في الدكتوراه. إيش الدكتوراه يعني؟ نعم، في الدكتوراه فلسفة التربية الإسلامية، اللي هي تربية مقارنة بين التربية الإسلامية والتربية الغربية. هاي الدكتوراه تبعي. هسه بس بينك شوي، أنا بسأل بالأول، بسأل أسئلة كثير بعدها بهدى. نعم. أنت بتذكرني بتخصصك شو كتلة؟ فلسفة التربية الإسلامية. بتذكر هي تربية مقارنة. بتذكرني في في أشبيلية وغرناطة والمدن كانت إسلامية، كيف كان موضوع الفلسفة والعلم، وقديش كانوا ساعدوا لما كانت قرون وسطى العالم الأوروبي كان يغطوا في سبات عميق، وكيف الإسلام هناك حول كل شيء، وكان هناك مفكرين كبار، ابن رشد الأندلسي، ابن خلدون. نعم. يعني بتذكرني تخصصك. يلا تفضل أسأل، بطل أسأل. نعم، هو تخصص فريد مميز. احنا اللي تخصصنا في هذا التخصص في عندنا في البلاد هون 5 أشخاص، انا واحد منهم الخمس اشخاص في جامعة اليرموك. بعرفش اذا لحقنا بعدين يعني اخرون، ولكن يعني لحد انا ما درست وانهيت 7 سنين 8 سنين كنا احنا 5 أشخاص في الاردن. في هذا التخصص كثار اللي في الاردن تخصصوا. لا قصدي يعني السبعه اللي حكيت عنهم. خمسة في جامعة اليرموك. نعم، انا الماجستير والدكتوراه في جامعة اليرموك، كانت ايضا الماجستير في التربية، وهناك كانت رسالتي رسالة فكرية سميتها الدلالات التربوية لختم النبوة بالمعجزة العقلية. تحدثت عن دور العقل والمنطق في الوصول إلى الهداية إلى الله عز وجل من خلال آيات الكون. وفي الدكتوراه كانت عندي رؤية، بديت في الدكتوراه في 2007، كانت عندي رؤية عن موضوع العنف، إنه إذا لم تتوقف أحداث العنف الموجودة في 2005-2006 رؤية 2007. بمعنى فكر استشراف استشراف للمستقبل. لأنه بتقدر نعم تقدر تقول رؤية بالمعنى الحرفي للكلمة، يعني نعم. كيف شايف الأشياء. نعم. أنت بتقول عن الاستشراف 100%. اللي هو أبعد من شو شايف هسه، شو شايف بعدين. ولذلك أدى ما كنت أخشى إلى ما آلت إليه أحوال مجتمعنا اليوم. العنف بدي بعد هبة الأقصى، استشرى في الوسط العربي، وكأنه يعني أمر مبيت مدبر بليل للأمر. بعد 2000 بدأ العنف يزيد شوي، صار في قتل أكثر وأكثر. وصلنا لمرحلة إحنا في 2006-2007 إنه صارت أعداد القتلى في العام حوالي 30-40، وكنا خايفين من هذا العدد. فكانت أحداث أليمة، لأنه كان لما يقتل إنسان تهتز من داخلك. اليوم بيموت 247 بس من عد أرقام العام اللي فات، من عد الأرقام واحد مين اللي بعده ومين اللي بعده ومين اللي بعده. شو لازم نعمل بحكمتك دكتور وتخصصك وتمحيصك للأشياء وأنت يعني تخصصت في هذا المجال كما ذكرت. رسالة الدكتوراه كانت في الموضوع، كانت اسمها ظاهرة العنف لدى شباب فلسطيني الداخل ودور التربية الإسلامية والمؤسسات الاجتماعية في مواجهتها. ولذلك إحنا شو اللي بدنا إياه؟ إحنا اللي بدنا إياه إنه كان أحداث العنف تتوقف، لأنه إذا لا راح تصير إيش؟
ظاهرة عنف، وإذا ما وقفناش الظاهرة راح تتحول لثقافة عنف، وهي أخطر من الظاهرة وأخطر من الأحداث. وإذا لم تتوقف نحن على مشارف حرب أهلية، واليوم إحنا بنشوف في الوسط العربي كيف يعني بعض الفئات وعائلات إجرام وشغلات، كيف صار في عملية تصفية لعائلات، لأفراد كثيرة من عائلات، وكأنها يعني على مشارف حرب أهلية. ولذلك يعني لابد للمجتمع أن يقف وقفة جدية واعية هادفة في وجه هذه الآفة الإجرامية الغريبة على مجتمعنا. ولكن أنا أقول حتى يتوقف العنف لابد أن يكون هناك قرار سياسي من الطراز الأول من الحكومة. القرار السياسي له دور كبير، دور كبير جدا. القرار السياسي يستطيع أن يلجم عصابات الإجرام إذا هددت. بالأيام الأخيرة دكتور، كيف بس أسمع رأيك؟ تفضل. بالأيام الأخيرة، بالمدة الأخيرة بشوف إنه في أعمال عنف وفي نوع من المتابعة. بعرفش، أنا بعرفش إذا صح بتفكيري، أو ما أشعر في نوع من المتابعة. مثلاً كان إطلاق صاروخ لا، وكملنا كم يوم في جديد أعتقد كان ملاحقة كان إشي بتطير لحقه واعتقلوا اثنين. كان يعني هل أنا شاعر صح ولا بالصدفة هي؟ خلينا نقول لربما المجتمع الإسرائيلي السياسي، نعم، لربما هو توصل لنتيجة إنه إذا بظل هذا، إذا ظل يعني الإشي مفتوح والخيط يعني مسرح وكل واحد بيقدر يعمل زي، ربما هذا بينتقل لهم للمجتمع اليهودي. هو في الأصل معالجة الأمر يعني عملية استقرار للمجتمعين وهدوء للمجتمعين، المجتمع العربي والمجتمع اليهودي في الداخل، داخل مناطق 48، داخل الخط الأخضر. ولذلك لا يسلم أحد من العنف، لا يسلم أحد من الإجرام، لأن الإجرام أعمى ولغته عمياء بكماء صماء، يعني يؤلم، يؤلم مش بس المقتول، أهل المقتول، ويؤلم المجتمع ويعزل القاتل، ويؤلم ربما أهل القاتل، وأهل القاتل يعزل أهل القاتل ويعزل. ولذلك لابد أن يكون هناك قرار سياسي في البداية. وهذا لا يعني أنه إذا كان قرار سياسي وطبعا لمنع انتشار السلاح، وإحنا بنعرف مصادر السلاح من وين بتيجي، يعني كمجتمع عربي وكثير تحدثوا عنه يعني من التجار سلاح، ولكن المجتمع يتحمل مسؤولية كبرى أيضا. بدناش نظل إحنا نتحدث أنه فقط يعني القرار السياسي، ولكن إحنا عندنا كمان كمجتمع علينا ذنب، إحنا نتحمل المسؤولية في كل مؤسسات المجتمع، بداية من الأسرة والتربية، المدرسة، الشارع، الرئيس، رئيس المجلس، مدير المركز الجماهيري، المنهاج المدرسي، إمام المسجد. إذا لم تتعاون كل هذه الفئات مع بعضها البعض لنبذ هذه الآفة الخطيرة، سوف ننزلق أكثر نحو ما لا تحمد عقباه في المستقبل. ولذلك لابد أن يكون لنا وقفة محاسبة نفس، حسب أنفسنا وين إحنا رايحين، لمصلحة من كل هذا الإجرام، لمصلحة من كل هذا القتل في الدنيا والآخرة. في الدنيا إحنا بنعيش في ألم شديد، لكن في الآخرة إحنا بنخسر القاتل. طيب وين هو بيكون؟ من أهل جهنم والعياذ بالله. وفي الدنيا بنخسر المقتول. فإذا إحنا دائما يعني في خسارة دائمة. ولذلك أستاذي الكريم، لو تعلم ماذا قال المجتمع يوم أن أجريت الاستفتاء الذي هو استبيان لرسالة الدكتوراه تبعي، ماذا قال الناس؟ ماذا لماذا قال هذا العنف؟ ماذا قال؟ 87% من المستطلعين واللي أجريت عليهم الاستبيان، لأن عيني كانت عندي 510، 87.7% قالوا عدم مخافة الله اللي أدت بالعنف للعنف المستشري في بلادنا. لأنه الإنسان لما بيكون عنده وازع ديني ومخافة الله لا يقتل. لو الإنسان عنده وازع ديني من داخله كان رادع أهم من الشرطي، لأني أنا بخاف في ربي حاسبني. لأنه الإنسان منا يعني لو يعلم المدى الذي الله عز وجل وضع فيه القاتل والدرك الأسفل اللي وضع فيه القاتل، كان خاف كل إنسان منا أنه يؤذي إنسان، فما بالك في القتل.
ليك رب العالمين شو يقول عن القاتل؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لم لعنة بس بتصير مش على بني آدم، بتصير بس على الشيطان اللعنة. لم تجتمع خمس عقوبات على مرتكب كبيرة إلا على كبيرة القتل العمد، خمس عقوبات ما اجتمعت ولا على أي كبيرة أخرى في الإسلام. دليل على تعظيم حرمة المرء كان النبي يطوف بالكعبة كله يحكي معها كم أنت عظيمة عند الله، ولكن حرمة امرئ مسلم واحد أعظم عند الله منك. الإنسان له كرامة، الإنسان له كرامة مسلم ولا غير مسلم، فما بالك بالمؤمن؟ الإنسان له كرامة، الكون كله رب العالمين خلقه من شأن الإنسان. بس بدي أسألك أول شيء، أحسن لي أعطيك أنا في البرنامج بده يخلص، وأنت أسف أنت شوي تأخرت علينا، معنا ثلاث دقائق تقريبا، إذا بتقدر تحكي لي يعني بيت القصيد بالأشياء اللي حاب تحكيها، بس شايفينك عدد هائل من الناس. ما أود أن أتحدث به أول شيء، معنا ثلاث دقائق، استثمار شهر رمضان المبارك. شهر رمضان المبارك هو عودة إلى الله عز وجل، إنابة إلى الله عز وجل، والنعمة بالله. لابد أن يكون للصيام أثر في أنفسنا كما للصلاة، فللصوم عبادة الصوم هدف كما لعبادة الصلاة هدف. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن نحن لا نصوم عن الطعام من أجل الطعام، ولا نصوم عن الشراب من أجل الشراب، ولا نصوم عن الطعام والشراب من أجل إيش؟ يعني المنظر والقوام الجميل للنفس وللإنسان، إنما نصوم خوفا من الله عز وجل وقرب من الله عز وجل. ولذلك لابد أن يظهر في حدا يعني بصوم مش مخافة الله دكتور؟ ممكن في ناس بتصوم عشان تعمل دييتا، ممكن ناس تصوم عن الطعام من أجل الطعام. ما هو لو لم يكن الأمر كما أقول، وأنا ما قلته من وين يعني أستنبطه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. إذا في هدف. أوكي. في ناس اللي بصوموا للصوم يعني لكي يقوموا بهذه العبادة يعني تعتبر مهمة في نظرهم عشان هيك بصوموا، ولكن يستطيع أو يمكن أن يقول لك أنا بصوم هيك وطلع كديش وأنا مرتاح، كديش أنا لما بصوم بشعر مرتاح وبشعر إنه حتى يعني حتى بنزل بالوزن، أنا بعملها خصوصا هيك قوة. نعم. فهل هذا لا مش هيك هو الهدف؟ على فكرة أنت تحقق جميع الأهداف من الصيام لما يكون لله عز وجل، وهذا يمكن أحد خصائص الصيام. مزبوط. الصلاة لعلكم تتقون، تقوى الله عز وجل، أنت وانت صائم هاي الأهداف تتحقق لحالة. زي ما ربي يقول لك عن الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. تنهى عن الفحشاء ما ظهر منها وما بطن، والبغي وسفك الدماء والقتل والإجرام والغيبة والحقد، تطهير للنفس. إحنا بدنا المسلم يكون مظهر وجوهر، بدنا المسلم يكون داخلا وخارجا، بدنا المسلم يكون إيش؟ إنسان كتلة واحدة مش منفصل من الشخصية، يعني يقول ما يفعل. بدنا المسلم الصادق الذي لا يعتدي، الذي لا يفسد، الذي لا يحقد، الذي لا يحمل غل، الذي لا يعتدي لا بلسانه ولا بيده ولا بتفكيره على أحد. دكتور المحاضر الجامعي دكتور محمد طلال بدران من البعني، مدير دار الإفتاء والبحوث الإسلامية، كان بودي أحكي معك أكثر بس بعد شوي في برنامج هذا اليوم فيش وقت إلا نكمل، مع أني كنت حبك أكثر. إن شاء الله باستضافات قادمة نستفيد من حكمتك ومن ثقافتك ومن الأشياء اللي تعلمتها في جامعة اليرموك وفي أماكن أخرى. شكرا عزيزي، بارك الله فيك. شكرا لك. كمان مرة احنا بنقول لكل المسلمين تقبل الله منا ومنكم الطاعات، ان شاء الله بيكون رمضان امن وامان علينا جميعا باذن الله تعالى. شرفتنا دكتور. الله يسعدك ويبارك فيك ربنا ان شاء الله. شكرا لك.
إذن إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الفقرة، بعد قليل ستكون مع برنامج هذا اليوم. الآن نأتي إلى نهاية هذه الفقرة، وهي فقرة قدمت بتعاون مشترك بين قناة هلا وموقع بانيت. كونوا معنا أيضا بعد الفاصل، إلى اللقاء.